كان يا مكان في بعيد البلدان، ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان. وبلغني أيضاً أيها الملك السعيد أن رجلين كانا في مدينة الإسكندرية، وكان أحدهما صباغاً واسمه أبو قير، وكان الثاني مزيناً واسمه أبو صير، وكانا جارين لبعضهما في السوق. ثم إنهما اتفقا على السفر، وحين عزما على السفر قال أبو قير لأبي صير: نحن صرنا أخوي ولا فرق بيننا، فينبغي أننا نقرأ الفاتحة على أن عملنا يكتسب ويطعم بطالنا. وأخذا مصالحهما وأصبحا مسافرين، ونزلا في غليون في البحر المالح، وسافرا في ذلك النهار وحصل لهما إسعاف. ومن تمام سعد المزين أن جميع من كان في الغليون لم يكن معهم أحد من المزين، وكان فيه 120 رجلاً غير الرئيس والبحرية. ولما حلوا قلوع الغليون قام المزين وقال للصباغ: يا أخي، هذا بحر نحتاج فيه إلى الأكل والشرب، وليس معنا إلا قليل من الزاد، وربما يقول لي أحد: تعال يا مزين احلق لي، فأحلق له برغيف أو بنصف فضة أو بشربة ماء، فأنتفع بذلك أنا وأنت. فقال له الصباغ: لا بأس. ثم حط رأسه ونام. وقام المزين وأخذ عدته والطاسة ووضع على كتفه خرقة تغني عن الفوطة لأنه فقير، وشق بين الركاب. فقال لهث واحد: تعال يا أسطى احلق لي. فحلق له، فلما حلق لذلك الرجل أعطاه نصف فضة. فقال له المزين: ليس لي بهذا النصف الفضة، ولو كنت أعطيتني رغيفا كان أبرك في هذا البحر، لأن لي رفيقا وزادنا شيء قليل. فأعطاه رغيفا وقطعة جبن وملأ له الطاسة ماء حلوا، فأخذ ذلك وأتى إلى أبا قير وقال له: خذ هذا الرغيف وكله بالجبن واشرب ما في الطاسة. فأخذ ذلك منه وأكل وشرب. ثم إن أبا صير المزين بعد ذلك حمل عدته وأخذ الخرقة على كتفه والطاسة في يده وشق في الغليون بين الركاب، فحلق لإنسان برغيفين ولآخر بقطعة جبن، ووقع عليه الطلب، وصار كل من يقول له احلق يا أسطى يشرط عليه رغيفين ونصف فضة، وليس في الغليون مزين غيره. فما جاء المغرب حتى جمع 30 رغيفا و30 نصف فضة، وصار عنده جبن وزيتون وبطارخ، وصار كلما يطلب حاجة يعطونه إياها حتى صار عنده شيء كثير. وحلق للقبطان وشكى له قلة الزاد في السفر، فقال له القبطان: مرحبا بك، هات رفيقك في كل ليلة وتعشيا عندي، ولا تحملا هما ما دمتما مسافرين معنا. ثم رجع إلى الصباغ فرآه لم يزل نائما فأيقظه. فلما أفاق أبو قير رأى عند رأسه شيئا كثيرا من عيش وجبن وزيتون، فقال له أبو قير: من أين لك ذلك؟ من فيض الله تعالى. وأراد أن يأكل أبو قير، فقال له أبو صير: لا تأكل يا أخي من هذا، واتركه ينفعنا في وقت آخر، واعلم أني حلقت للقبطان وشكوت إليه قلة الزوادة، فقال لي: مرحبا بك، هات رفيقك كل ليلة وتعشيا عندي. فأول عشائنا عند القبطان في هذه الليلة. أنا دايخ من البحر ولا أقدر أن أقوم من مكاني، فدعني أتعشى من هذا الشيء وروح أنت وحدك عند القبطان. لا بأس بذلك. ثم جلس يتفرج عليه وهو يأكل، فرآه يقطع اللقمة
كما يقطع الحجارة من الجبل، ويبتلعها ابتلاع الغول الذي له أيام ما أكل، ويلقم اللقمة قبل ازدراد التي قبلها، ويحملق عينيه فيما بين يديه حملقة الغول، وينفخ مثل الثور الجائع على التبن والفول. وإذا بنوتي جاء وقال لأبي صير: يسطى، يقول لك القبطان هات رفيقك وتعال للعشاء. فقال أبو صير لأبي قير: أتقوم بنا؟ أنا لا أقدر على المشي. فراح المزين وحده، فرأى القبطان جالساً وقدامه سفرة فيها 20 لوناً أو أكثر، وهو وجماعته ينتظرون المزين ورفيقه. فلما رآه القبطان قال له: أين رفيقك؟ فقال له: يا سيدي، إنه دايخ من البحر. فقال له القبطان: لا بأس علي، ستزول عنه الدوخة، تعال أنت تعش معنا، فإني كنت في انتظارك. شبكة فينيان الإعلام. ثم إن القبطان عزل صحنا وحط فيه من كل لون، فصار يكفي 10. وبعد أن تعشى المزين قال له القبطان: خذ هذا الصحن معك إلى رفيقك. فأخذه أبو صير وأتى إلى أبي قير، فرآه يطحن بأنيابه فيما عنده من الأكل مثل الجمل، ويلحق اللقمة باللقمة على عجل. أما قلت لك لا تأكل؟ فإن القبطان خيره كثير، فانظر أي شيء بعثه إليك لما أخبرته أنك دايخ. أوه، هات. فناوله الصحن، فأخذه منه وهو ملهوف عليه وعلى غيره من الأكل، مثل الكلب الكاسر أو السبع الكاسر أو الرخ إذا انقض على الحمام أو الذي كاد أن يموت من الجوع، ورأى شيئا من الطعام وصار يأكل. فتركه أبو صير وراح إلى القبطان وشرب القهوة هناك، ثم رجع إلى أبي قير فرآه قد أكل جميع ما في الصحن ورماه فارغا، فأخذه أبو صير وأوصله إلى أتباع القبطان، ورجع إلى أبي قير ونام إلى الصباح. فلما كان ثاني الأيام صار أبو صير يحلق، وكلما جاء له شيء يعطيه لأبي قير، وأبو قير يأكل ويشرب وهو قاعد لا يقوم إلا لإزالة الضرورة. وكل ليلة يأتي له بصحن ملآن من عند القبطان، واستمر على هذه الحالة 20 يوماً حتى رسى الغليون على مدينة. فطلعا من الغليون ودخلا تلك المدينة، وأخذا لهما حجرة في خان، وفرشها أبو صير واشترى جميع ما يحتاجان إليه، وجاء بلحم وطبخه، وأبو قير نائم من حين دخل الحجرة، ولم يستيقظ حتى أيقظه أبو صير ووضع السفرة بين يديه، فلما أفاق أكل، وبعد ذلك قال: لا تؤاخذني فإني دايخ. ثم نام واستمر على هذه الحالة 40 يوما، وكل يوم يحمل المزين العدة ويدور في المدينة فيعمل بالذي فيه النصيب، ويرجع فيجد أبا قير نائما فينبهه، وحين ينتبه يقبل على الأكل بلهفة فيأكل أكل من لا يشبع ولا يقنع ثم ينام. ولم يزل كذلك مدة 40 يوما أخرى، وكلما يقول له أبو صير: اجلس وارتاح واخرج تفسح في المدينة فإنها فرجة وبهجة وليس لها نظير في المدائن، يقول له أبو قير الصباغ: لا 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 تؤاخذني إني دايخ. فلا يرضى أبو صير المزين أن يكدر خاطره أو يسمعه كلمة تؤذيه،
وفي اليوم 41 مرض المزين ولم يقدر أن يسرح، فسخر بواب الخان فقضى لهما حاجتهما وأتى لهما بما يأكلان وما يشربان، كل ذلك وأبو قير يأكل وينام، وما زال المزين يسخر بواب الخان في قضاء حاجته مدة 4 أيام. وبعد ذلك اشتد المرض على المزين حتى غاب عن الوجود من شدة مرضه. وأما أبو قير فإنه أحرقه الجوع، فقام وفتش في ثياب أبي صير فرأى معه مقداراً من الدراهم، فأخذه وقفل باب الحجرة على أبي صير ومضى ولم يعلم أحداً، وكان البواب في السوق فلم يره حين خروجه. ثم إن أبا قير عمد إلى السوق وكسى نفسه ثياباً نفيسة وصار يدور في المدينة ويتفرج، فرآها مدينة ما وجد مثلها في المدائن، وجميع ملبوسها أبيض وأزرق من غير زيادة، فأتى إلى صباغ فرأى جميع ما في دكانه أزرق، فأخرج له محرمة وقال له: يا معلم، خذ هذه المحرمة واصبغها وخذ أجرتك. فقال له: إن أجرة صبغ هذه 20 درهما. نحن نصبغ هذه في بلادنا بدرهمين. فقال الصباغ: روح اصبغها في بلادكم، وأما أنا فلا أصبغها إلا 20 درهما، لا تنقص عن هذا القدر شيئا. أي لون تريد صبغها؟ فقال له الصباغ: زرقاء. أنا مرادي أن تصبغها إلي حمراء. قال له: لا أدري صباغ الأحمر. خضراء. قال: لا أدري صباغ الأخضر. صفراء. قال له: لا أدري صباغ الأصفر. وصار أبو قير يعد له الألوان لونا بعد لون، فقال له الصباغ: نحن في بلادنا 40 معلما، لا يزيدون واحدا ولا ينقصون واحدا، وإذا مات منا واحد نعلم ولده، وإن لم يخلف ولداً نبقى ناقصين واحداً، والذي له ولدان نعلم واحداً منهما، فإن مات علمنا أخاه، وصنعتنا هذه مضبوطة ولا نعرف أن نصبغ غير الأزرق من غير زيادة. فقال له أبو قير: اعلم أني صباغ وأعرف أن أصبغ سائر الألوان، ومرادي أن تخدمني عندك بالأجرة، وأنا أعلمك جميع الألوان لأجل أن تفتخر بها على كل طائفة من الصباغين. فقال له: نحن لا نقبل غريباً يدخل في صنعتنا أبداً. وإذا فتحت لي مصبغة وحدي؟ فقال له: لا يمكنك ذلك أبداً. فتركه وتوجه للثاني فقال له كما قال له الأول، ولم يزل يتنقل من صباغ إلى آخر حتى طاف على 40 معلما، فلم يقبلوه لا أجيرا ولا معلما، فتوجه إلى شيخ الصباغين وأخبره، فقال له الشيخ: إننا لا نقبل غريبا يدخل في صنعتنا. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.